بما ان الحطين متقاطعين يبقى اذا هتلاقي الكمرات اللي انت هتحطها تحت الحيطان ايه متقاطعة، فبتروح جاي عند تقاطع الكمرات ده وحاطط عمود. خلي بالك مش شرط ان انت تطبق الكلام ده بحذافيره، انا ماشي ممكن ماشي يبقى ماشي كمرتين متقاطعين واحدة ثانوية على التانية، مش ماشي مشكلة. ماشي السلم قالك يفضل ان انت تحوطه باربع اعمدة، ماشي بعد كده يفضل الابتعاد عن الديد زون قدر الامكان عن طريق التحكم في اتجاه ضرب العمود. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تحط العمود مثلا، العمود ده 30 في 60، ما تروحش جاي عامل لي كل الاعمده 30 في 60 ضرب ال60. يعني ايه ضرب العمود؟ يعني الاتجاه الكبير في العمود. ما تروحش جاي عامل الضرب بتاع العمود كله في اتجاه اكس، يعني الاعمده كلها 30 في 60 وكلها نايمه في اتجاه اكس. قال لك لا، خلي كام عمود في اتجاه اكس وخلي كام عمود ضربه في اتجاه واي، عشان لما يجي لك زلزال في اتجاه اكس الاعمده تقاومه، في اتجاه واي الاعمده تقاومه برضه. بعد كده قال لك يفضل ان تكون الاعمده الخارجيه مع اتجاه الكاميرات حتى تعمل كفريم مع الكاميرات. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك هنا بص يا سيدي، عندك هنا مثلا الكاميرا دي 3 متر والكاميرا دي 6 متر والعمود ده 30 في 60، ماشي. خلي الستين في ضرب الاتجاه الطويل. خلي 60 ماشي في الاتجاه الطويل تاني معلش. انت عندك بص، انت عندك دي كام؟ 6 متر اهي. دي 3 متر. تمام. لما تيجي تحط عمود تنجل اهو 30 في 60، تروح جاي عامل له روتيت كده وتخلي الستين في الاتجاه الطويل. ماشي وصلت؟ ماشي يبقى كده مش تخلي الستين في الاتجاه التاني. ماشي طيب طيب كده خلصنا من الأعمدة صح؟ تاني حاجة اشتراطات وضع الكاميرا. الكاميرا دي أول حاجة بتحط كاميرا تحت كل حيطة صح؟ يعني أنا لما أجي أعمل إنشاء ده مش دي حيطان كلها هقفلها إيه؟ ماشي كاميرات، ماشي ودي حيطان هقفلها كاميرات كلها، ماشي يعني هشيل البيبان دي ماشي ماشي وهوصل. ماشي اوصل كده وخلاص، ده كده الموضوع يبقى تافه قوي هندسه. ده انت بص هتروح جاي محوط دي كده بكاميرات، هتقوم مقفل دي كده بكمر ودي بكمر ودي الموضوع سهل قوي كده. اقول لك لا استنى، ما انت خلاص ان احنا عرفنا ان كل حته تحتها ايه كاميرا، بس بشرط كل حته فوقها كاميرا. ياه، كل حته بنعمل تحتها كاميرا. طيب لما انا هحط تحت الحته كاميرا بس كده الموضوع كده خلص؟ قال لك لا، اتأكد ان الكاميرا اللي هتحطها تحتها حيطة. ماشي ليه بقى؟ بص انت كان عندك حيطة هنا، رحت انت جاي هوبا رازع تحتها كاميرا صح؟ ماشي بس مفيش تحتها ايه؟ حيطة. تبقى قاعد كده تلاقي ايه؟ كاميرا سقطلك هنا صح؟ لكن لو تحتها حيطة زي دي كده فانا هعمل سقوط الكاميرا، وهيبقى سقوط الكاميرا نازل في حيطة كمان نازلة معاه في التشطيبات والحاجات دي. انت شايف كمر؟ تشوف كمر يعني ايه؟ يعني مثلا حيطة زي دي كده انا هحط تحتها كاميرا، خلاص انا عارف ان انا هحط تحتها كاميرا، ما اروحش اعملها الا لما اشوف تحت الدور اللي تحتي. فاهم حاجة؟ تاني انا بعمل انشاء لمين؟ للدور الدوبلكس ده دلوقتي، فانا اللي هحط هو سقف الأرض. اللي هو سقف الارضي، فانا هعمل الانشائل ده وهشيك على الارضي، ماشي